الانتر صغير السن، وكوفاسيش كان من ابرز اللاعبين في مباراة ديربي ايطاليا بين الانتر واليوفا. الهدف الاول طريق رودريغو بالاسيو، بالاسيو يباغت الدفاع والحارس سيرخيو روميرو في حوار ارجنتيني. بالاسيو يكسب الريان، وفي ثانية الفرص منذ بداية هذه المباراة ينجح في وضع الانتر بالمقدمة. هذه كرة الهدف، هذه العرضية على المقاص، بيريرا هو اللي يرفع كرة، رودريغو بالاسيو يهزم سيرخيو روميرو رغم محاولة الدوري الارجنتيني في صد هذه الكرة، ولكن في نهاية الأمر تستقر في الشباك. 1-0 للانتر، رودريغو بالاسيو ينجح في تدوين الهدف. بالمناسبة هذا هو الهدف رقم 11 لرودريغو بالاسيو موندو. كرة الثانية، رودريغو بالاسيو، حوار أرجنتيني مرة أخرى. بالاسيو وجه لوجه مع روميرو، بالاسيو يدون الهدف الثاني. هي رصاصة الرحمة يا سامدوريا، هذه الإعادة مرة أخرى. رودريغو بالاسيو يتجاوز بالومبو بطريقة جميلة جدا، وخذ عندك يا روميرو في الشباك، خذ عندك يا روميرو في الشباك. شاهدوا كيف تلعب بالمدافعين، هدف 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 جميل جدا يا بالاسيو. نصفق لك يا بالاسيو على هذا الأداء، أنت نجم المباراة بطريقة ولا أروع، بطريقة النجوم فعلا أنت نجم. صنع الهدف الثاني، الحل الفردي يأتي بالثاني، نعم هذا يقين.